السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة كيفاش تعمروا العمارة ديال القفطان بالمذبح ديال الصم والسفيفة ديال الصم. بسم الله، غادي نتوكلوا على الله. هاد التوب، هذا المبرة ديال المراية، ضروري خصك تجبد تيري شوية، تجبد المذبح في بعنقك وتكمش الثوب شوية باش ما يجيش عوج. كدير هاد الخدمة هذا غير في الجلايل. كنمشيو هكا بعد الجليل كلهم كدور معاهم هكا كتجبد المذبح. شوفوا الطريقة كيفاش كي تعمر القفطان من الاول للتالي ديالو. دوزوا المذبح، دوزوا السفيفة، في الدورة في الربوعة في الهبطة ديال القفطان كتخدم هادي، كدوز المذبح ديالك عادي. وتحياتي للمغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، وتحياتي للدول العربية كلهم. كنحييكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. كنمشيو كنخدمو بهاد الطريقة هكا غير بشوية علينا. هاد المذبح هذا ديال الصم والسفيفة هي ديال الصم. وهاد المذبح هذا راه عندو الوجه ديالو، يجي الوجه ديالو بحال السبولة، بحال السفيفة ديال السبولة. خصك ضروري تدوزو هكاك ما يتقلبلكش. دابا حنا وصلنا للكول. هاد الكول هذا خصو يكون ضاير، ما يكونش بالقنت. دابا ملي كنوصل على القنت هذا كنكمشتو بزاف وكنتيري المذبح بزاف. ها انت كنشوفو كي كندير غير في ديك القنت وفي الجهة الأخرى عاوتاني. أما هنا في الكل كنخدم هادي. ملي كتوصل هاد الرقبة ديال القفطان عاوتاني كتيري المذبح بزاف باش ما يجيكش الرقبة ديكاليا. علاش التوب كيتيري؟ أو كنمشيو كنخدمو بعد واحد السلاسة مع شو نخدمو هكا عاوتاني نفس الطريقة. كنخدمو الخدمة ديالنا هادي دابا حتى نوصلو الجلايل عاوتاني. وعاد كنتيريو المذبح دابا هنا عادي، الخدمة عادي عادي. كنشوف كنخدمو عادي بهاد الطريقة هكا. القياس ديال بين الطرز والمذبح ديالنا خصو تكون حافظو على حساب السفيفة، على حساب القياس ديال السفيفة اللي عندك باش ملي دوز السفيفة ما تجيكش سفيفة بعيدة على الطرس. خصك تكون حافظ القياس. كنمشيو كنخدمو هكا بهاد الطريقة. نتمنى الفيديو يعجبكم.
احنا وصلنا دابا للدورة التالية ديال الجلايل. هنا تاني ضروري خصك تجبد المذبح، تيريه مزيان وتوب كترخيه كما قلت لكم. التوب كيتيري وشوية صعيب في الخدمة، احنا لقينا المذبح مع اخوه. دابا غنديرو شوية اغراض متمة، نقطعو المذبح ديالنا باش ندوزو السفيفة. دابا غادي نجيو للسفيفة، هاديك الحاشية كانت نيوها لداخل. لاصقة في المذبح كنديرو اريتمو وكنمشيو كنخدمو بهاد الطريقة. ملي كتكون دايز غير في الجلايل بالسفيفة غتجبدها شوية، ما تشربهاش في الجلايل، غير في هاد التوب هذا، غير في هاد التوب ديال الكرا ديال المقرا مرايا. التوب الاخر عادي، ما هنا ضروري خصك تجبدها واحد شويه لان المذبح الاول مدوزينها مجبد، حتى هنا خصك تجبدها واحد شويه. وكتمشي كتخدم هكا ملي كتوصل للقنت ديال الربع، ديك الساعات ما كتجبس السيفه كتشربها شويه. هذيك الخلفه ديال اللي درناها من المذبحه هي كي كندير لها انا، كانت نيه وكندوز عليها السيفه باش كتجي تحت السيفه، دير لها واحد شويه العرض باش ما تخرجش. وكنمشيو كنخدمو هذه الخدمه ديالنا. شوية شوية الإنسان كيتعلم، مكينش اللي خلق معلم. غير هو الإنسان خصو يزيد شوية من راسو. كتخدم واحد الحاجة ديما خصك تزيد من راسك، كدير تكون أحسن. وصلنا غنديرو القنت ديال التوب تا هو لداخل، باش كنديرو القنت هنا وكنديرو القنيط ديالنا بيدينا. هاد السيف هادي ديال الصم برونز، ماشي ديك الصام الصفر، هذا الصام برونز. وكنمشيو كنخدمو شويه علينا وكنشربو شويه السفيفه غير شويه. خدمها بشويه عليك باش نشوف الخدمه مزيانة. إلا زروتي غتبقى تفتق وتعاود، كتخدم هكا خدمة واحدة كتجي مرتاح. الطريقة هادي كنوريكم كيفاش الحاجة اللي صعيبة كنوريها لكم أنا، لأن هي اللي مهمة. من الحاجة السهلة راه كلشي كيعرف يديرها.
خد مركب شوية لينا واحنا قاعدين لك هتوصل للكول. عندك الدورة ديال الكول كتجيب بدعو تاني سفيفة كيما جبتي المذبح في الدورة الأولى ديالو باش كيجيك القنت داير. هذا الكول هذا كنفتحه باش يساعدنا شوية في الخدمة. كنمشي كدور عليه كامل حتى الجهة ديال الدار تا هي كتفتحها. لأن ملي كتفتحها كتساعدك شوية في الخدمة. دابا هنا فين حاطي الديداب أنا كتير السفيفة باش يجيك القنت داير، حيث متيري تم المذبح أنا بزاف غي تفوت داك القنت غتخدم السفيفة ديالك عادية غدوز كتشربها. أنا دوز داك البلاصة دابا هنا غنخدم عادي كنشرب السفيفة ديالي باش يجيني الكل شوية داير. كتمشي كتخدم هنا عاوتاني في الرقبة ديال الدار كتشرب السفيفة. الحاجات المهمة هي اللي كنوريها لكم أنا. عاوتاني هنا تشرب السفيفة في هذا اللاقية ديال الكتف باش ما يجيكش تكمش تما. وكتمشي كتخدم شوية بشوية هنا حتى هي كتشرب غير شوية ماشي بزاف، ولكن في القنت كما درتي القنت الاخر غدير لهذا غتجبد السفيفة. دابا واخا ما كتشوفونيش راني كنجبد وراها مجبدة يعني بزاف باش يجيك الكل داير. هانتوما غتشوفو الكل كيفاش كيجي، انا صورتو غتشوفو في الصورة كيف كيجي في التالي. نتمنى الفيديو يعجبكم واشتركوا في القناة وخليو كومونتير وديروا لايك باش يوصلكم ان شاء الله جديد ديما جديد. انا غاديين بالسويفة ديالنا كنخدمو على مارا. وصلنا للقنت عاوتاني نفس نيو داك السبيفة كنديرو القنت ديالنا. وكنمشيو كنخدمو كنجبدو شوية السفيفة هنا في الجلايل. حنا وصلنا للبلاصة اللي كنجبدو فيها شوية السفيفة. قدامي شوية بشوية لينا تنسالو العمارة ديالنا. هنا دابا وصلنا للبلاصة ديال اللاقية ديال السفيفة غنديرو هنا اريضمو غنجبدو السفيفة وغنديرو لها تاني اريضمو باش متحلش. ملي كندير
ديرونا اريتمون كنقطعوها. نتمنى يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.